سواء شعب يعني من إثنية معينة أو من قومية معينة، الشعب السوري كله مستهدف من قبل من يطبق قانون قيصر. طبعا هي تطبيق المناطق اللي موجودة في الدولة السورية حاليا هي تأثيراتها أكثر من اللي في القسم المحتل من قبل تركيا. تركيا هي حاولت استبدال الليرة السورية بالليرة التركية، وهذا يعني خطوة من أجل احتلال هذه الأرض من خلال تغيير العملة، تغيير الأسماء، هذه ربط الاقتصاد في هذه المنطقة المحتلة بالاقتصاد التركي، وهذا أيضا له تأثير. طبعا نحن نبارك برفع الرواتب للموظفين، لكن هذه خطوة هي خطوة جيدة لكنها غير كافية. هذه الخطوة تنعكس على شريحة معينة من المجتمع في مناطق الإدارة الذاتية، لكن هناك أيضا مناطق أخرى أو هناك شرائح أخرى لا يوجد لديها موظفين. يجب أن يكون هناك يعني مشاريع أخرى سواء زراعية أو اقتصادية، وهذا يعني مسؤولية الإدارة. طبعا هذه هي بشكل عام الإدارة سواء الإدارة الاقتصادية أو الإدارة السياسية لها وعليها واجب يجب أن تقوم به من خلال هذا الواجب، من خلال تأمين المشاريع. المشاريع عندنا نحن شعب يعني شقيل، يعني بشكل عام الشعب السوري بشكل عام شعب شقيل، عندنا أراضي زراعية واسعة، أهم شيء تأمين الموارد الاقتصادية الزراعية أو مثل ما يقول الاكتفاء الذاتي أو تأمين الأمن الغذائي من خلال الزراعة، الجنب الأساسي والمهم. الجنب الثاني هي تربية المواشي، تأمين مثل ما يقول الأعلاف، تأمين يعني أعطاء جمعيات، تشكيل جمعيات. هذه الجمعيات الأموال أعتقد أنه هي متوفرة في هذه المناطق، لكن تحتاج إلى سياسة اقتصادية بعيدا عن الأمور السياسية، سياسة اقتصادية من خلال استثمار الأراضي، تنوع الزراعة، تقديم المساعدات الزراعية للفلاحين، توجيه الفلاحين للزراعات الاستراتيجية. مثلا عندنا محصول القمح هو محصول استراتيجي يجب تأمينه بشكل يعني هذا لا يعني نقاش فيه. أيضا هناك مثلا يعني أسعار الشعير، أسعار الشعير هي تحت يعني مثل ما يقول السعر الصحيح، هناك يعني عدم استثمارها هو حالة سلبية. هذا الإدارة هي يعني تعطي الجواب ليش ما استثمرت هذا المشروع أو هذه المشاريع من خلال نهر الفرات، وهذا يجب استغلاله يعني بشكل جيد. لازم يكون يعني نأكل مما نزرع وننتج، نلبس مما نصنع، يعني لا نعتمد على الخارج. صحيح أنه الاقتصاد في سوريا بشكل عام هو اقتصاد